العسكرية على هذا المطار الذي يقع بالقرب من مدينة حماة. نلاحظ أمامكم عبر الصورة هذه المشاهد الخاصة للعربية والحدث من داخل مطار حماة العسكري. نشاهد هنا الصواريخ والقذائف التي كانت مجهزة لتحملها هذه الطائرات الحربية وتشن غاراتها على المناطق التي تسيطر عليها الفصائل. نشاهد هنا أيضا طائرة حربية أخرى بالإضافة لبعض الصواريخ الأخرى. نشاهد طبعا مطار حماة العسكري كثف من مشاركته في المعركة الأخيرة، حيث كثف من طلعاته الجوية وغاراته. نلاحظ هذه الصواريخ ذات الحجم الكبير. هذه الطائرة يبدو أنها كانت مجهزة للإقلاع. طبعا الفصائل يوم أمس أعلنوا عن تحييد المطار عن المعركة قبل دخولهم إليه عندما وصلوا لمشارفه من الجهة الغربية. كنت معكم أنا محمد الأشقر للعربية والحدث، مدينة حماة.